الرحمن الرحيم أيها الحول الكريم مشاهدين الكرام، لازلنا نتواصل وياكم شوطا تلو شوط، وهي انطلاقة الشوط الخامس، والشوط الخامس مخصص للحجايج البكار. مسافتنا 4 كيلومتر، جائزتنا للمركز الأول سيارة، وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط الغادمة. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط، أرى الآن الشحانية على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد. نشوف الآن مقدمة هذا الشوط الشحانية للسيد محمد بن طيران بن عايض العذبة المري على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني احتياط للسيد خليفة بن أحمد بن خليفة بن عبد الله العطية. وفي المركز الثالث، المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات، فضة للسيد محمد بن فران بن حتيج البريدي المري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع حربة للسيد عبد الله بن سعيد الهاجري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس أرى اللي في المركز الخامس الثريا للسيد محمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميذي مع أثير على المركز الخامس. نرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الشحانية، الشحانية منذ البداية وحتى هذه اللحظات وهي مسيطرة على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن طيران بن عذبه المري مع الشحانية. لكن التسلل من الجانب الثاني، من الجانب الثاني التسلل الرئيسة وصلت وانتقلت إلى مقدمة هذا الشوط للسيد راكان بن محسن بن فلاح الهاجري على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات، وفي المركز الثاني أثير في المركز الثاني للسيد محمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميذي ابن رئيس الهجانة متواجد مع أثير في المركز الثاني. وفي المركز الثالث الشحانية في المركز الثالث في هذه اللحظات تغير وتنتقل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات الشحانية للسيد محمد بن طي نشوف. نرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط، المركز الأول الياسة، الياسة نحن رياسة، نحن قلنا رياسة من الصبح قلنا رياسة، على مقدمة هذا الشوط للسيد راكان بن محسن بن فلاح بن زيد الهاجري، هي على مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني، المركز الثاني ناخذ الشحانية على المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد محمد بن طينان بن عايض بن عذبه المري. وفي المركز الثالث، المركز الثالث من الجانب الثاني أرى اللي في المركز الثالث الثريا للسيد محمد بن علي بن خليفه بن عبد الله الرميسي تتسلل إلى المركز الثاني، عينها على مقدمة هذا الشوط، عينها على الرياسة. نشوف وننتقل إلى المركز الثالث، حفلة ونحن في حفلة للسيد راشد بن سلطان بن غالب المنصوري، نبي نحتفل مع حفلة يا بن غالب يا المنصوري، يا سلام يا حفلة، حفلة على المقدمة في هذه اللحظات للسيد سالم بن سلطان بن غالب المنصوري. تغير إلى مقدمة هذا الشوط، أثير وصلت وغيرت وانتقلت إلى مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميذي على مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني حفلة للسيد راشد بن سلطان بن غالب المنصوري. وفي المركز الثالث رياسة في المركز الثالث للسيد راكان بن محسن بن فلاح الهاجري اللي في المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع نشوف اللي في المركز الرابع مياسة للسيد حمودة بن عبد الله بن سالم العسكري. يا سلام يا سلام، حفلة على المقدمة ونحن في احتفال في هذا المهرجان وفي هذا الميدان، ميدان الشحانية، ميدان التحدي، وحفلة تحتفل في هذا المساء وفي افتتاح هذا المهرجان، مهرجان
الأمير الوالد حفظه الله ورعاه مع حفلة وحفلة على مقدمة هذا الشوط للسيد راشد بن سلطان بن خالف المنصوري. وبنقول السلامات إلى أهالي دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسعد الله مساكم يا أهل الوذب. المركز الثاني، المركز الثاني مياس للسيد حمود بن عبد الله بن سالم العسكري، وفي المركز الثالث، المركز الثالث حماس للسيد محمد بن حمد بن سالم الهاشمي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع الثريا للسيد محمد بن علي بن خليفة الرميذي، وفي المركز الخامس رياسة، في المركز الخامس للسيد راكان بن محسن بن فلاح الهاجري. هذه النتيجة والتوقيت من مخرجنا المبدع دائما ومتابع عبر قناة الريان الفضائية. نشوف التوقيت الزمني، ساعة وصول حفلة بعدما احتفلت بهذا الشوط في زمن وقدرة، 6 دقائق 5 ثواني 45 جزء من الثانية. تهانينا للسيد راشد بن سلطان بن غالب المنصوري والذي وصلت في المركز الثاني، المركز الثاني مياسة، 6 دقائق 5 ثواني 75 جزء من الثانية. تهانينا للسيد حمود بن عبد الله بن سالم العسكري والذي وصلت في المركز الثالث، اللي وصلت في المركز الثالث حماس، 6 دقائق 7 ثواني 68 جزء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن حمد بن سالم الهاشمي، تهانينا للجميع والناموس.